السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير جميعا. إن شاء الله اليوم رح نبدأ معكم بسلسلة PH Vigilant، سلسلة التدريب الصيدلاني الموجهة لطلاب الصيدلة. زي ما اتفقنا يا جماعة أنه نحن رح نشرح الأدوية والتدريب اعتمادا على السيستمز. إن شاء الله اليوم رح نبدأ معكم بموضوع جدا بسيط ويعتبر هو مقدمة ومدخل للأدوية الصيدلانية اللي هو موضوع الأنالجيسكس أو المسكنات. نحن يا جماعة بنعرف أنه في عنا جروبين رئيسيين اللي بيشتغلوا عنا بالجسم كأنالجيسكس، في عنا الباراسيتامول اللي هي الأسيتامينوفين، وبرضه في عنا الأنسيدز. إن شاء الله بمقطع اليوم رح فقط نتناول موضوع الباراسيتامول، والمقطع الجاي إن شاء الله بنكمل بموضوع الأنسيدز. طبعا يا جماعة خلينا متفقين على إشي، إنه نحن كصيادلة ما بيكفي فقط نكون عارفين أسماء البدائل، أسماء تجارية، أسماء مستودعات، جرعات، لا، نحن كصيادلة حتى نتميز عن غيرنا وحتى نلغي مفهوم إنه أنت بياع مثقف، لازم نكون عارفين كل دواء حتى لو كان بسيط كيف بيشتغل. فنتفق مع بعض إنه أي دواء بناخده نكون عارفين الميكانيزم أوف أكشن تبعه، كيف بيدخل على الجسم وشو بيعمل جوا حتى يعطيني الإفكت تبعه. بالنسبة للميكانيزم أوف أكشن للباراسيتامول، فهو مينلي بيشتغل على الكوكس 3. هلا بجسم الإنسان في عنا كوكس 1، كوكس 2، كوكس 3. كوكس 1، كوكس 2 إن شاء الله رح نحكي عنهم بموضوع الأنسيدز لأنه مينلي بيشتغل عليهم. أما بالنسبة للباراسيتامول فهو بيشتغل لي على الكوكس 3. كوكس 3 البوزيشن تبعه بيكون بالبرين، فالباراسيتامول رح يجتاز البلد برين بارير، رح يوصل على الكوكس 3 يرتبط فيه يعمل له بلوكج. طيب شو الريزلت لهذا الموضوع؟ انه رح يصير في عنا بلوك للفورميشن والريليز تبع البروستاجلاندين. البروستاجلاندين لما يصير لها انهيبيشن، فانا هون بعمل انهيبيشن للهيت ريجوليشن سنتر بالبرين، تمام، ما بصير في عنا استجابه له. فشو الريزلت له؟ انه بيعطينا الانتي بايروتيك افكت للباراسيتامول، تمام. هلا بالنسبه للسيفتي للباراسيتامول، خلينا متفقين على اشي، انه ما في دواء حتى لو كان بسيط نعتبره آمن وسيف 100%، تمام. هلأ الباراسيتامول هو من أأمن الأدوية، أوكي هو من أأمن الأدوية، ولكن ما بقدر أقول عنه سيف 100%. لمين بينعطى؟ هلأ الأطفال بنقدر نعطيهم من عمر الأشهر بقدر أعطيهم باراسيتامول، لا الأضلت، للكبار، للكبار بالعمر يعني. بالنسبة للحوامل، هلأ هو زي ما حكينا مش سيف 100%، يعني أنا بقدر أعطيه للحوامل ولكن باستشارة الطبيب. حتى في دراسات بتحكي أنه آخر 3 شهور يفضل أنه أنا ما أعطي الحامل باراسيتامول، ولكن هو أأمن المسكنات اللي موجودة حاليا، تمام. يعني أنا بدي أعطيه، بقدر أعطيه للحامل ولكن بحذر وباستشارة الطبيب. بالنسبة لللاكتيتد ويمن المرضعات، فلا هو يعتبر تصنيفه ألوان، يعني هو يعتبر سيف، بقدر أعطيه وأنا مش خايفة، يعني حتى لو نزل بحليب الأم فهو ما رح يضر الطفل، أو بنسبات قليلة ما رح تأثر على الطفل. بالنسبة للأشخاص اللي بيكون في عندهم هيباتوتوكسيسيتي أو نفروتوكسيسيتي، للأسف هدول ممنوع أنهم ياخدوا الباراسيتامول. حتى من السايد إفكت للباراسيتامول على الهاي توكسيك دوزز أنه بيعمل لي ليبر ديسيز، تمام. فأنا بدي أسأل عن الهيستوري تبع المريض، بدي أتأكد إنه هو ما في عنده أي مشاكل بالكلى أو بالكبد قبل ما إنه أعطيه الباراسيتامول، تمام. نبدأ بالأسماء التجارية. هلأ أشهر اسم تجاري للباراسيتامول هو البنادول، البنادول لمستودع سوختيان، تمام. في عنا أكثر من شكل للبنادول. أول شكل وهو يعتبر البيسك اللي هو البنادول أدفانس. البنادول أدفانس فقط بيحتوي على الباراسيتامول بتركيز 500 ملغ. هلأ قدي أعطي أو شو الجرعة المناسبة للمريض؟ أول شيء بدنا نعرف إنه الهاف لايف للباراسيتامول هو 6 ساعات، تمام. فأنا بقدر أعطيه لحد 4 مرات باليوم. بالنسبة للتوكسيك دوز فهي تعتبر 4 جرام، فأنا بدي أكون ضامنة إنه المريض ما يتجاوز هاي الدوز، فبحكي له إنه ممكن يأخذه كل 6 ساعات. هون أنا بضل بالسيف سايد وما بخاف على المريض، تمام.
النوع الثاني من البنادول اللي هو البنادول أكتيفاست. هلأ بنادول أكتيفاست بالنسبة بالإضافة لل 500 ميلي جرام من الباراسيتامول فهو أيضا بيحتوي على 173 جرام من الصوديوم، يعني زي أملاح. هلأ من اسمه أكتيفاست فبالتالي التأثير تبعه رح يكون أسرع، يعني هو مش أقوى نظرا أنه كمية الباراسيتامول هي نفسها، ولكن رح يكون أسرع بالتأثير، أسرع بالامتصاص. تمام. النوع الثالث من البنادولات هو البنادول جوينت. بنادول جوينت أيضا فقط بيحتوي على الباراسيتامول، بيحتوي على الباراسيتامول بنسبة 665 ميلي جرام. هلأ كونه بيحتوي على 665 ميلي جرام فهي أعلى من النسبة الاعتيادية اللي هي 500 ميلي جرام بتكون متواجدة بالحبة الوحدة. ليش اسمه جوينت؟ هلأ منطقة الجوينت أنا حتى يوصل لي الدواء لهاي المناطق بحتاج تركيز أعلى. تمام. فلما يكون في عندي بين بمنطقة الجوينت أنا بحتاج تركيز أعلى من الباراسيتامول، فما بعطي 500 ميلي جرام، لا بعطي 665 ميلي جرام اللي هو بيكون موجود بالبنادول جوينت. تمام. هلأ كونه النسبة أعلى فأنا يفضل أعطيه كل 8 ساعات وليس كل 6 ساعات. أوكي، يعني بعطي لحد 3 مرات باليوم. النوع الرابع من البنادول هو البنادول إكسترا. هلأ البنادول إكسترا بيكون في عليه إضافة اللي هي كافيين. هلأ هو بيكون فيه 500 ميلي جرام من الباراسيتامول و65 ميلي جرام من الكافيين. هلأ بدنا نكون عارفين إنه مادة الكافيين أنا ما بقدر أعطيها للحامل، ما بقدر أعطيها للناس اللي بيكون عندهم ضغط، الناس اللي بيكون في عندهم أمراض بالقلب، فما بقدر أصرف لهم بنادول إكسترا. هدول الناس فقط بعطيهم بنادول أدفانس اللي هو اللي فيه بس 500 ميلي جرام من الباراسيتامول. منكمل بالبنادولات، في عنا البنادول كولد أند فلو. هلأ نحن هون صرنا شوي مش بس نعطي أنالجيسيك إفكت، لأ هون صرنا يعني لأعراض البرد خلينا نحكي، أو الاحتقان أو الرشح وهاي الأمور. تمام. بس مهم نكون عارفينها. بالنسبة للبنادول كولد أند فلو فهو بالإضافة لل 500 ميلي جرام من الباراسيتامول بيحتوي على زودوإفيدرين والكلورفينيرامين. الزودوإفيدرين هي مادة بتشتغل آز ديكونجستنت، يعني مزيل للاحتقان أو مضاد للاحتقان. الكلورفينيرامين هو عبارة عن أنتي هستامين. هلأ بما أنه بيحتوي البنادول كولد أند فلو على 500 ميلي جرام من الباراسيتامول أنا بقدر أعطيه لحد 3 إلى 4 مرات باليوم. تمام. ولكن بدنا نكون منتبهين أنه هو بيحتوي على أنتي هستامين، وإحنا بنعرف أنه المين سايد إفكت للأنتي هستامين وخصوصا الفيرست جينيريشن أنه بتعمل لي سيديشن. فأنا بدي أكون متأكد أنه المريض مش طالب عنده سهر، عنده دراسة، ولا حدا عنده كتير أكتيفيتي وعنده شغل، لأنه للأسف رح يأثر عليه. تمام. النوع الثاني من البنادولات عندنا البنادول نايت. البنادول نايت هو بيحتوي على الدايفين هيدرامين. برضو الدايفين هيدرامين هو عبارة عن أنتي هستامين، يعني كأنهم هم استفادوا من السايد إفكت تبعه لأنه بيعمل سيديشن، ووظفوا هذا السايد إفكت حتى يطلعوا لي دواء البنادول نايت اللي هو بيساعد على النوم. كمية الباراسيتامول الموجودة فيه هي 500 ميلي جرام. هلأ بالنسبة للبنادول نايت طريقة استخدامه يفضل يعني أنه يتأخذ حبتين قبل النوم بنص ساعة، ولكن المشكلة يا جماعة أنه بعض الناس بيصير في عندهم إدمان على البنادول نايت، يعني بيصيروا ما يناموا إلا إذا أخذوا بنادول نايت. فشو الحل مع هذول الناس؟ أنه أوقف لهم إياه شوي شوي، أنا ما بقدر أقطع عنهم دايركت. مثلا لو كانوا بياخذوا حبتين بيصير مثلا على مدة أسبوع بعطيهم حبة واحدة قبل النوم من البنادول نايت، بعد هيك مثلا الأسبوع الثاني بقطعه عنهم. أوكي. وبعطي البديل في حال كان في مشاكل بالنوم، ولكن يفضل أني أرجع للدكتور المختص حتى يشخص الحالة، خصوصا إذا كان على مدة طويلة. بنادول ساينس بيحتوي على الزودوفيدرين، فهو زي البنادول كولد أند فلو ولكن ما فيه كلورفينيرامين، فقط زودوفيدرين اللي هي حكينا تشتغل آز دي كونجستنت. هلأ الساينس بيحتوي على 500 ميلي جرام من الباراسيتامول، فبقدر أعطيه من 3 إلى 4 مرات باليوم. البنادول أول إن وان بيحتوي على الباراسيتامول، بيحتوي على الفينيليفرين، وبيحتوي على جوانفينيزين. هلأ كمية الباراسيتامول اللي موجودة بالبنادول أول إن وان هي 250 ميلي جرام.
فأنا معي لحد يعني بقدر أعطي حبتين لحد 3 مرات باليوم، نظرا أنه كمية الباراسيتامول مش 500 وإنما 250. بالنسبة للفينيلفرين فهو عبارة عن ألفا 1 أغونست. هلأ الألفا 1 أغونست إحنا بنعرف أنها بتعمل فازو كونستريكشن، تمام؟ فهي بتفيدني أنها تخفف من أعراض الاحتقان وأعراض الرشحة والبرد. أما بالنسبة للغوايفينيزين فهو عبارة عن إكسبكتورانت، يعني مقشع أو طارد للبلغم، ففي حال كان في عنا سعلة برضو هذا النوع من البنادول بيفيدني. آخر نوع من البنادول هو يعتبر يعني من الأشياء الجديدة اللي نزلت، اللي هو البنادول فيبر ريليز برضو كولد أند فلو، هذا بيحتوي على الفينيلفرين. هلا هذا شو اللي بيميزه؟ اللي بيميزه أنه أول شيء منحله هو بيجي على شكل ساشيتس وليس حبوب، منحله بكاسة مي، وهو أول شيء منستنشق البخار تبعه وبعدين منشربه، تمام؟ هيك منكون خلصنا كل أنواع البنادولات. هلأ بنيجي للأسماء التجارية الثانية اللي بتحتوي على مادة الباراسيتامول. أول شيء في عنا أدول. أدول هي لمستودع المهني. أدول متوفر منه كابلتس بتكون بتركيز 500 ميلي جرام، وفي عنا على شكل سابوزاتوري. السابوزاتوري بيكون 250 ميلي جرام، 125 ميلي جرام، وفي عنا برضو 500 ميلي جرام. هلأ بالنسبة للتابلت فإحنا بنعرف إنه معنا كل 6 ساعات نعطي حبة. بالنسبة للسابوزاتوري الأطفال أقل من عمر سنة بنعطيهم تركيز 125 ميلي جرام، طبعا هو يا جماعة PRN يعني عند الحاجة، ولكن معي لحد 4 مرات باليوم. أما بالنسبة لل 250 وال 500 فهو بنعطيه لأكبر من عمر سنة، تمام؟ من البدائل الثانية في عنا الباندا. الباندا لجوسوي. الباندا بيجي باندا ادفانس بيكون تركيز الباراسيتامول 500 ميلي جرام، وفي عنا الباندا سترونج اللي هو بيكون تركيز الباراسيتامول 1 جرام، وطبعا هو النوع الوحيد بالسوق اللي تركيز التابلت فيه بيكون 1 جرام او 1000 ميلي جرام، تمام؟ من البدائل الثانية في عنا برضو الفيفيرول للتقدم، وفي عنا الريفانين للحكمة. هلا خلينا نيجي نشوف الاشكال اللي بتكون على شكل سيرب وسسبنشن من الباراسيتامول. في عنا الاومول هو بيجي على شكل دروبس لجردانة. في عنا الريبانين. الريبانين بيجي بتركيزين، بيجي بتركيز 125 ميلي جرام لكل 5 مل، وفي عنا 250 ميلي جرام لكل 5 مل زي الصوره اللي موجوده قدامنا، بيكون مكتوب عليه الدبل سترينج. هلأ شو الفرق ما بين 125 لكل 5 مل وال 250 لكل 5 مل؟ بالنسبة لل 125 فهو من أول ما يخلق الطفل لحد 6 سنوات أنا بقدر أعطي 2.5 مل كل 6 ساعات عفوا أو عند الحاجة. من عمر 6 أشهر لسنة بعطي 5 مل، يعني ما بين سنة لـ4 سنين بعطي 7.5 مل، ومن 4 سنين لـ6 سنين بعطي 10 مل. هلأ بعد هيك بعد الـ6 سنين أنا ما بعطي 125 لكل 5 مل، بعطي الدبل سترينغث زي ما موجود قدامنا اللي هو بيكون تركيزه 250 لكل 5 مل. فخلينا منتبهين يا جماعة، 250 ميلي جرام لكل 5 مل من الريبانين اللي هو الدبل سترينغث هذا ما بعطي إلا أكبر من 6 سنوات، أوكي؟ من السيرب الثانية في عنا الأدول، وفي عنا هلأ بنيجي لتركيبة الباراسيتامول مع الكافيين. سبق وتعرضنا لها، حكينا زي البانادول إكسترا. من بدائل البانادول إكسترا في عنا الأدول، في عنا الباندا، الفيفيرول، والدولاسيت. طبعا هدول عرفنا مستودعاتهم، أما بالنسبة للدولاسيت فهو للرام. الباراسيتامول مع الزودو إفيدرين زي ما شفناها بالساينس. هلأ بدائل الساينس في عنا الفلوتاب للدوائية، وفي عنا الباندا ساينس، وفي عنا الباندا زكام. هلأ خلينا نفرق شوي ما بين الباندا ساينس والباندا زكام. بالنسبة للباندا ساينس فهو بيحتوي على 1000 ميلي جرام من الباراسيتامول مع 60 ميلي جرام من الزودو إفيدرين، يعني هو يعتبر دبل سترينغث، أوكي؟ فأنا بعطيه 2 مرات فقط.
أما بالنسبة للزكام، الزكام لا بيحتوي على 500 ملي جرام من الباراسيتامول مع 5 ملي جرام من الزودو إفيدرين، فأنا بقدر أعطي يعني 4 مرات أو كل 6 ساعات. هلأ بالنسبة لتركيبة الباراسيتامول مع الزودو إفيدرين مع الكلورفينيرامين، هاي شفناها بتركيبة البانادول كولد أند فلو وحكينا عنها، وحكينا مين الأشخاص اللي ما بقدر أعطيهم إياه أو يكون with caution يعني أنبههم على هذا الموضوع. من بدائله في عنا السناب، السناب لمستودع الهلال. هلا تركيبة الباراسيتامول مع البروبي فينازون مع الكافيين موجودة بدواء واحد موجود بالسوق ما له بديل اللي هو السريدون. السريدون لمستودع خوري، طبعا هو يعتبر من أقوى المسكنات الموجودة نظرا للكومباينيشن تبعه. أوكي هلأ هذا بناخده بنقدر 3 مرات باليوم، ناخده للأوجاع القوية جدا مثل أوجاع الشقيقة، مثل الروماتويد، مثل يعني الأوجاع اللي بتكون كثير قوية والشخص ما بيتحملها وما استفاد على الباراسيتامول أدفانس العادي. أوكي فبقدر أعطي السريدون. هيك يا جماعة إن شاء الله بنكون غطينا كل الأمور بما يتعلق بالأسيتامينوفين أو الباراسيتامول. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، إن شاء الله تكونوا رتبتوا معلوماتكم، وأي سؤال أو أي ملاحظة أكيد بنسعد فيها ومنحب نسمع آراءكم، وما تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب. يعطيكم ألف عافية.